غيث مروان خلاص الله يخلي له. أسامة مروة. أسامة مروة. لو إنه ما معي جنسية قلت لك بيتجوز. يا خلتيني أفتح رسالة. جبنا هذا الكفر وهذا. استني. هذا الكفر. استني. هذا الشيء. استني. كل أشياء. ما بهم. هاي. هاي. قلن هاي. اليوم ياسمين حتختار لي عريس المستقبلي من اليوتيوبرز ابو الروب جو حطاب مو فلوج شيرو غيث مروان اسامه مروه جلال جواني برهوم دايلر انس الشاهد نور مار ابو فله ناجي القاع عبد الله عبد العزيز مين عبد الله محمود العيسى اوكي عنا زواج بسال امي كراش اصدقاء الله يخلي له اهله لازم نلاقي لك اليوم عريس يعني انت حتنقي لي زوج مستقبلي برايي بنظرك انا ما راح اعطي رايي لا بدك تعطي رايك بدي اعطي رايي كمان شوي هلأ اول واحد احمد ابو الرب انت شو رايك انت بتحسي انه نحن بنلبق بعض لا ما بتضبطوا اختي ما بتضبطوا حطك الاصدقاء اصدقاء 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 هلا انت شو برجلك عم تحكني ممكن تحكي لي اياها جو حطاب خد جنسية جديدة ألف مبروك لو إنه ما معي جنسية قلت لك بدي أتجوز على فكرة يعني اللي بده يتزوج هلا كارولين يعني حيكون كتير محظوظ معها جنسية أسترالية وهيك حركات عرفتوا مو بس لأنه معي جنسية ما لا بس لأنه معك جنسية حاليا جو حطاب بحس إنه كبير بالنسبة لك اه كبير بس حيدعمله بتلاقينا روح هلا لا بس الله بعد عني بعد روح عمي رح وسني كلبك فيكي تربيه معناتها بنحطه اصدقاء كراش لا بسأل امي خاص على كيفك يلا بسأل امك على الموضوع بسأل امي طيب هلا مو فلوج زواج لا 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 بدك ما انا ما بشوف زواج شخصيته حلوه ما بحس انكم صراحه تلبقوا لبعض فبدي احطكم اصدقاء اصدقاء يس شيرو ما في غيره زواج عنجد ليش زواج بسم الله بصراحه بدي زواج ايه بحسكم كثير لبقوا لبعض عنجد والله اصدقاء عندي رايي انا على فكرين ما دخلك اصدقاء عم يعضني أصدقاء بركت مثلاً أصدقاء طيب ماشي غيث مروان غيث مروان كراش هيك أنت بتشوفي هيك أحساسي بقلي هلأ أنت وغيث مروان بحس أنا كمان هيك إنه تعملوا جو حلو لأنه هو شخصيته حلو أنت كمان شخصيتك حلوة بحس إنه بصير هيك جو أوكي نايس أسامة مروة أسامة مروة كمان شخصيته حلوة برأيي بسأل أمي بسأل أمي سألي ما كان موضوع الو سمعتيني ماما ماما عسري شو رايك باسامه مروه كزوج مستقبلي لإلي هذا الضعيف الطويل ايوه شو رايك زوج مستقبلي ايش بتعرفي انت اول شيء ماما نوق بس كده يعني عادي اول شيء تعرفي انت عليه او بعدين تساليني رايك ماشي هلا جلال جلال والله انا بحبه كثير لجلال اصدقاء يس اصدقاء ليش؟ لانه يعني ما بصير هذا قد حماكي بغرق عملت لي اياه بالنعمه هلا محمد جواني بدي احط لك اياه كراش كراش انت هيك بتشوفي؟ بمدح رح احطكم اصدقاء اصدقاء؟ والله خالت الاصدقاء اللي حتعبى الاخير عزيز دايلر دايلر بحب الكركر Day 2 كاريزما تبعته عم تضربيني His name is John C حطي لي يا زواج دايلر مع انه اصغر مني بخمس سنين بس معلش لا حطه زواج ليش؟ لانه اصغر منك ما مشي الحال طيب ماشي المهم رح حط لك اصدقاء اصدقاء يب هلا انس الشايب الله يخلي له اهله بس هو يعني انا ما بعرف يعني خلاص الله يخليك هلا عندك نور مار نور مار انت شوفي اذا نحن بنلبق لبعض شوف هذا ما ادري شو عم يعمل عم يتفلي شعري والله العظيم تعال انزل كرمال الله خلاص روح
نور ماهر شو بتشوفي انت؟ انا بشوف انه لا ما بتلبقوا لبعض صراحه. الله يخلي الاهل. ابو فلا. ابو فلا اسمه فلا. اوكي ابو فلا كمان بحسه صغير، محتواه حلو، فرح نحطكم اصدقاء. اصدقاء الله يخليك. نملة طيارة مو صرصور. يا خوتي خاف كوجي، خاف يا حرام. كوجي لك خلص تركيه كمان. طيب ماشي يلا. ناجي القاق خطب ناجي القاق صح؟ مخطوب خاطب مو مخطوب، البنت بتكون مخطوبة. الله يخلي لأهله وخلص. عبد الله هذا عبد العزيز. عبد العزيز هذا عبد الله. بحب كثير شخصياتهم اثنيناتهم، بحس انه كثير حلوين بكونوا كثير مرحين كثير هيك. فاثنينهم رح احط لك اياهم اصدقاء اصلا. أوكي. اصغر منك كمان يعني. محمود العيساوي رح احط لك اياه كراش. كراش؟ هيك بتشوفي انا؟ ما بعرف، يلا مثل ما بدك. خلص الله يخلي لاهله. اصدقاء؟ لا الله يخلي لاهله. طيب اوكي. هيك ياسمين بتكون نقيت زوجي المستقبلي وكراشي اذا عبالكم انه انا اختار زوج المستقبلي لياسمين خبرونا تحت بالكومنتات. ما بتتزوج ان شاء الله بدك تضلي معنسه على حياتنا. ايش حبيبتي معنسه؟ عاد تعوزك حبيبتي مستعتي معت شبابي. ايش هي معنسه؟ عم تجقجق بالحلبي هلا صح. اوكي اصدقائي اليوم بكون انتهى الفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. يب لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. قناة ياسمين موجودة بالوصف، روحوا احضروا الفيديوهات اللي عم نساويها عندها على القناة. ومثل ما خبرناكم وبعد هذا الفيديو اخترت فكرة كثير حلوة راح تشوفوها قريبا. اوكي شو هي الفكرة؟ هن اللي بيعرفوها بعدين. اوكي باي. كارولين تيم هو الاساس. باي. ووب لا تعملي معي ووب. يلا لا تكسر الكاميرا. يلا ليش درطيع؟ انت بتضلي درطيع كذابة. حط خاتم هيك. جلسي شوي ماشي سوري.